مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع شركة سامسونج يلي سجلت أرباح فصلية قياسية، وهالشي بفضل ارتفاع الطلب العالمي على رقائق الذاكرة. حققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت حوالي 12 مليار دولار بالأشهر 3 لغاية حزيران، يعني عم نحكي عن زيادة بنسبة 72% عن العام السابق. الملفت أيضا كان ارتفاع المبيعات بنسبة 18% يلي أتى مدعوم بقوة مبيعات الهواتف الذكية. ومننتقل إلى شركة مايكروسوفت يلي عم بتقوم بالاستغناء عن آلاف الموظفين بجميع أنحاء العالم بمحاولة لتعزيز وجودها بقطاع كلاود كومبيوتينج، هالقطاع يلي لطالما بتواجه فيه شركة منافسة شديدة من قبل شركات أخرى مثل جوجل وأمازون. قرار خفض الموظفين بطال العدد الأكبر من فريق المبيعات نظرا لتركيز مايكروسوفت على تقديم المبيعات الخاصة بخدمات الكلاود، ومن المرجح اختيار صرف الموظفين العاملين بالشركة خارج الولايات المتحدة. ومننهي مع سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور يلي أعلنت عن تحسن بأداء الربع الثاني من العام. إجمالا حققت متاجر الشركة بأوروبا مبيعات قوية خصوصا بإيطاليا وإسبانيا. وفقا للمدير المالي للشركة، كارفور ما زالت تستهدف نمو بالمبيعات من 3-5% هالعام، أكيد بظل أسعار صرف مستقرة. تجاوزت مبيعات المجموعة توقعات المحللين لتسجل 21.759 مليار يورو بالربع الثاني من هالعام. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم نهار الاثنين.